أهلا بكم في حديث العرب. ضيفي هذا الأسبوع الشاعر العربي الأستاذ محمد بنيس، شاعر وأديب من المغرب. أهلا وسهلا أستاذ محمد. شكرا. تصر أن تقدم بالشاعر العربي محمد بنيس من المغرب، لماذا؟ نعم. أولا لأنني أخشى على كلمة العرب والعربي، لسنا ندري اليوم من نحن بالضبط في هذا الزمن الذي تلتبس فيه الأسماء، وأصبح الخطاب الإسلامي هو الذي يسيطر ويهيمن. ولذلك أنا كنت دائما أدافع عن فكرة العربي والعروبة، لا بالمفهوم معلوم الإيديولوجي، لا ليس هذا. أنا عربي ثقافيا، هذا مهم، لابد أن نفصل بين مفاهيم العروبة. ثم ثانيا لأنني ألاحظ في الخطاب العام عندما نقول مغربي كأنه لا يستحق أن يكون عربيا. إذن أنا بالنسبة لي نحن نفتخر بكوننا عرب ثقافيا، والمغرب متنوع ومتعدد، أمازيغيون وعرب وأندلسيون ومجموعة من الفئات التي تكون المجتمع، ولكني كمثقف تربيت على فكرة العروبة وآمنت بها، وهذه العروبة الثقافية أريد لها أن تبقى دائما حاضرة حتى ولو كنا الوحيدين الذين يتحدثون باسم هذا الاسم النبيل. نعم. والذي هو بالنسبة لعنوان الحرية. عنوان الحرية. نعم. أشرت في إجابتك أستاذ محمد لأن الخطاب الديني يلغي مثل يعني هذا الحس العربي. نعم. هل الخطاب الديني الإسلامي تحديدا يعني في صدام مع مثل هذه الفكرة اللي بين قوسين قومية؟ نعم، هو نشأ أساسا لأنه لإلغاء كل ما هو عربي. نحن نعلم أن فكرة العروبة نشأت في الصدام مع تتريك العالم العربي، وكانت فكرة نهضوية وفيها التقى المسلمون والمسيحيون وأيضا غير المسلمين والمسيحيين بمن فيهم مجموعة من اليهود وهم الآخرون. وكانت العروبة تعني أولا الثقافة، وهذه الثقافة بدأت بالشعر وباللغة، ونعلم أن هناك حركة كبيرة نشأت يمكن أن نراها اليوم حركة بسيطة، ولكن في زمنها كانت حركة قوية، وهي التي أظهرت مفهوما جديدا لم يكن حتى في التاريخ، وهو مفهوم العروبة. مفهوم العروبة هو فكرة وجدت في مرحلة تاريخية، ولكن نحن لا نريد أن نستسلم لفكر ديني يلغي هذه الثقافة المنفتحة. نعم، الإسلام جزء من الثقافة العربية، ولكنه لا يمكن أن يلغي الثقافة العربية مثل ما هي المسيحية وغيرها. مثل ما هي المسيحية، أنا شخصيا مثلا، وهذا شيء، لم يكن لدي شعور وأنا مراهق أبدأ القراءة والمطالعة أن أفكر مثلا في أن جبران خليل جبران مسيحي، هذا لم يكن يخطر على بالي، رغم أنني كنت أقرأ له نقده للكنيسة، أعرف أنه مسيحي، ولكن لا يعنيك هذا الموضوع، لم يكن يعنيك. الثقافة العربية الحديثة أتت بمفاهيم أخرى أعطتنا رؤية غنية وواسعة، سواء لحياتنا كعرب أو لوضعيتنا في العالم، وكذلك لعلاقتنا بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل. أجد هذا شيئا عظيما. لذلك أنا لا أفرق في العالم العربي بين مسلم ومسيحي ويهودي إذا كان ينتمي لهذه الثقافة ويندرج فيها. نعم. تقول أستاذ محمد الثقافة العربية ككل تجتاز محنة، فالثقافة الدينية أصبحت مهيمنة. نعم. وهو ما لا يساعد على الإنتاج الفكري والإبداعي. سؤالي، لماذا في رأيك يعني هيمن الخطاب الديني أو هيمنة الثقافة الدينية على مجتمعاتنا؟ لها أسباب كثيرة. أولا أنا قلت في البداية أن منذ
بداية حركة النهضة والتحديث أي فكرة العروبة كما ظهرت، كان هناك تيار بدأ شيئا فشيئا يهيمن باسم الدين، وخاصة بعد سقوط الدولة العثمانية وبداية عهد جديد هو الجمهورية التركية. فهنا بدأ شيء اسمه مضاد للخلافة، يعني حركة كلها تسعى لاستعادة الخلافة الإسلامية باسمه. ونعلم أن هذا التاريخ وتاريخ من منذ تقريبا 1926-27 وامتد حتى الآن. هذا جعل فكرة انطلاق الثقافة العربية دائما تكون في حالة حصار، لأن الثقافة العربية هي كما قلت مبنية على مفهوم ثقافي وليس على مفهوم ديني. الأديان تكون ضمنها وليست موجودة تحت هيمنتها، وهذا ما وجدناه في كثير من الأعمال. ويمكن أن نذكر هنا الكتاب الذي كانت له الضجة كبرى، هو كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين، الذي كان من مبادئه أننا يجب أن نفصل بين العقيدة وبين المنهج في القراءة الأدبية، وهذه هي ما معنى بناء ثقافة عربية حديثة. يجب أن لا نترك الدين يتدخل في شؤون لا تعني الدين، خاصة وأن الثقافة العربية القديمة فصلت بينهما وخاصة في المجال الأدبي والشعري. نعم، لكن للأسف الشديد اليوم ما زلنا نشهد هيمنة بين قوسين الواعظ إعلاميا وفي كل مجالات طبعاً كثيرة جدا. في المقابل هناك من يلوم المثقف التنويري المستنير، يعني هل يتحمل المثقف المستنير مسؤولية صعود وبروز الواعظ على حساب المثقف الحقيقي؟ لماذا نتهم هذا؟ أنا أسأل. أنا نتهم المثقف لأنه وحيد ونحن نتهمه، يتهمه السياسيون، يتهمه الإعلاميون، يتهم، ولكن لا نعود لنتهم لنرى الأشياء في واقعيتها. أولا حاولت أن أكتب مجموعة من المقالات لمتابعة وتتبع ومسايرة الربيع العربي وما آل إليه، وكتبت من الأشياء الأخيرة تضخم الديني. التضخم الديني، تضخم الديني يعني مفهوم الديني وليس الدين. أنا أفصل بين الدين والديني. إذن تضخم الديني حيث أصبحنا أي شخص كيفما كان يتكلم باسم الدين ويصدر الفتاوى ويصدر هذا ويقول الحلال والحرام ويحرم، وهذا حالة مرضية بطبيعة الحال، لا تنفع لا المجتمع ولا الدين ولا الثقافة ولا الخيال ولا القلب ولا الرحمة، وهذا شيء حالة مرضية. هي ذهنية التحريم كما يصفها صادق جلال العظم. صادق جلال العظم كان يتكلم عن مرحلة فيها النقاش، أما الآن نحن أصبحنا في زمن لا نقاش فيه. نعم. يعني الدغمائية وصلت لدرجة طغيان، بحيث أن المجتمع حببنا أم كرهنا متأسلم بحالة مرضية. حالة مرضية، بحالة مرضية، لأن أنا لا 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 أستطيع أن أتخيل كيف أنني في شبابي عرفت مثلا جدتي سيدة متحررة تدافع عن التعليم، تدافع عن هذا النساء، يعني في المجتمع كنا يدافعن عن البنات لدخول المدرسة، الآباء على كل حال أصبحوا يخضعون لصوت المرأة لأن أصبح لها الصوت القوي في العائلة وفي، وكانت هناك أفكار، أفكار الحرية، أفكار العدالة، أفكار الديمقراطية، على كل حال أشياء جميلة عشناها. ثم اليوم كأنك لا شيء، نعيش في مجتمع أول متزمتين فيه هم هذه النخبة التي دخلت إلى المدرسة، وبدل أن تنفتح وتقدم لنا عملا يعني منفتح المستقبل، نجد أنفسنا أنها تحاكم
حتى يعني المرحلة التي كانت المرأة فيها في البيت ولا تخرج خارج البيت. هل نلوم وأنا لا أفهم، هل نلوم الإسلام السياسي في هذه الظاهرة؟ طبعا الإسلام لا، لا ليس فقط نلوم، هذه كلمة مهذبة. يجب أن نقوم بتفكيك هذه البنية بدون تنازل، ويجب أن نكون شجعان في طرح الأشياء بكل وضوح وفي مواجهتها، في مواجهتها بما يلزم من الالتزام الأخلاقي والمعرفة الدقيقة، وعدم انتقال من الخطاب المعرفي إلى الخطاب الدعوي أو الخطاب الإيديولوجي. يعني نحن انتقلنا من مرحلة إيديولوجية إلى مرحلة إيديولوجية، وإذا كنا ندافع عن المعرفة يجب أن نعود إلى المعرفة، فالمعرفة هي الفصل بين جميع الأطراف. ولكن للأسف والمؤلم هو أن هذا الشيء ليس سهلا. نعم. هذا كلام سهل شفويا. الآن نحن نعيش هذا النزعة الإسلامية في عهد العولمة، يجب أن لا ننسى التفاعل. نعم. بين هذه الإسلاموية وبين العولمة، لأن أخطر شيء الآن هو أن الناس لم تعد تقرأ ولم تعد تؤمن. نعم. بالثقافة كفاعل في تغيير الأفكار، أو على الأقل. نعم. في الدفاع عن الأفكار والمواجهة والمجادلة. نعم. في ظل هذا الحديث عن هيمنة الخطاب الديني، ظهور الإسلاموية بهذا الشكل، كيف تقرأ ظواهر مثل ظاهرة داعش بهذا العنف، بهذا يعني استغلال التراث، استغلال الآيات القرآنية، استغلال أحاديث نبوية لتبرير جرائم صريحة وواضحة؟ أنا بالنسبة لداعش كانت موجودة وساكنة فينا، تاريخنا ليس سهلا، تاريخ وتاريخ دموي يجب أن نقول، وتاريخ السلطة التي لم تكن تنفتح على المجتمع من أجل أن تحل المشاكل بطريقة سلمية، وكثير من الدول قامت بالعنف، بل إلا أنظمة الجمهورية أو الانقلابات كلها تمت بطريقة دموية. كيف نريد لهذا السلم أن يأتي من تاريخ غير سلمي؟ أنا أتساءل. ومنذ القدم. ومنذ القدم. نعم. فهذا شيء يجب أن أولا نعترف بأن لدينا خلل في هذا التاريخ، ويجب أن ننظر إليه. ثانيا، أن التربية التي تربينا عليها هي تربية لا تجرؤ على نقد هذا التاريخ، سواء كان فكريا أو كان سياسيا. ولهذا إذا عدنا حتى إلى الكتاب المدرسي المتداول، سنجده كتاب يصمت عن كل ما يترك هذا النزعة تكون كما نقول ممكن حدوثها داخل المجتمع حتى ولو كانت غير مقبولة. تخشى على اللغة العربية بسبب العولمة، وأنت ناقد شديد للعولمة، قلت أخطر شيء من قدوم العولمة هو هجران اللغة، فاللغة. نعم. لا قيمة لها في العولمة. نعم. أولا هذه الفكرة لا تخص اللغة العربية وحدها، هي مسألة تمس جميع اللغات في العالم. نعم. إذن هذه وضعية دولية، حيث أول ما يهدد تهدد العولمة هو الوضعية اللغوية. بالنسبة لنا كعرب لا يمكن أن أعمم هذا على الوضعية العربية ككل، ولكن يمكن أن نتكلم عن الوضعية مثلا المغربية. يعني العلماء هنا بالنسبة لي، ووجود الفرنكوفونية هو أن هجران اللغة هو نهجرها أولا، لا سواء في الكتابة أو في الحياة اليومية أو في التعامل الإداري، من أجل استعمال اللغة. لا أقول الفرنسية ولكن الفرنكوفونية. وأنا شخصيا يعني لدي موقف في هذا الموضوع، بحيث أدافع دائما عن الثقافة الفرنسية وعن الحق في الثقافة الفرنسية، ولكنني
لا أجد للفرنكوفونية مكانا يسمح لنا بأن ننفتح على الثقافة الفرنسية، وهذا نعم. شيء يعني دقيق جدا، يعني الفرنكوفونية لا تسمح لنا بالثقافة الفرنسية، تسمح لنا بثقافة من الدرجة الثانية، يعني هذه الثقافة لا ليست هذه الثقافة. ثانيا التاريخ يعلمنا والتاريخ الحديث يعلمنا أن أهم شيء إذا تعلمت الثقافة الفرنسية هو أن أحولها إلى اللغة العربية كي أقوم بتجديد وتحديث وتطوير وانفتاح اللغة العربية. أنا من الذين يؤمنون بأن العربية يجب أن تكون لغة راقصة وليست لغة مكممة جامدة يعني كسيحة. يعني وأنت ترى أن اللغة قابلة أن تكون لغة متجددة كأي لغة؟ طبعا ليس هناك أي مانع، المانع هو المستعمل للغة. نعم. يعني إذا كان هناك مبدعون يؤمنون بهذه اللغة وكانت مؤسسات تدعم هذا الاختيار، فهذا شيء عادي وهو موجود في كل المجتمعات. يعني هل نعتقد أن هناك معجزة مثلا في الغرب نحن لا نستطيع أو لا نستحق أن تكون لدنا هذه المعجزة؟ لا، يجب نحاول ما أمكن أن نبتعد عن الصورة المجردة للغرب وللآخر ونقترب منها في تاريخيتها ومعرفتها في تفاصيلها وفي حياتها اليومية، حتى نقترب من الأوضاع كما عشتها شعوب أخرى. وكما اللغة العربية لغة كبرى ومهمة جدا، ولكنها يوما بعد يوم تتقلص فاعليتها، ويوم وبعد يوم تنزوي، وبعد يوم تنسحب. وهذا شيء أنا لا أستطيع أن أفهمه ولا أقبله. لذلك فأنا أعتبر أن من مهمة الشاعر، لأن هنا دور الشعر بالنسبة لي دور أساسي، هو المقاومة وأن لا يتخلى عن اللغة. جميل، خلني اسمح لي أستاذ محمد بنيس بالفاصل الأول، عندي مجموعة من الأسئلة حول قلق على أيضا تراجع الشعر في نعم. في ظل يعني موجات العولمة إذا جاز التعبير، ولكن بعد الفاصل ابقوا معي. إذن نواصل هذا الحوار مع الشاعر العربي الأستاذ محمد بنيس. التزمت بوعدي لك بأن ألقبك الشاعر العربي محمد بنيس كما تفضل. أنتقل إلى فكرة أخرى لها علاقة ب إذا جاز التعبير قلق الشاعر العربي محمد بنيس على واقع الشعر اليوم. تقول: من المؤسف أننا لا نستطيع اليوم توضيح أهمية الشعر في حياتنا، لأن حياة الاستهلاك وثقافة الإعلام تجعل المهمة صعبة جدا، بخلاف ما كان عليه الأمر في مجتمعنا التقليدي الذي لم يكن يفصل بين الحياة والشعر. نعم. سؤالي أستاذ محمد، كما تعرف الحياة متجددة ومتغيرة، وأجيال جديدة لها اهتمامات ولها تصورات ولها تطلعات، ألا تفهم أو ألا تتفهم أن يعني يختفي أو يخف وهج الشاعر أو الشعر في هذا الزمن؟ إذا تفضلت يعني تسمح لي في النقطة الأولى التي ذكرت أنه أصبح من الصعب أن نتحدث عن الشعر أو أن ندافع عن الشعر. الآن ندخل لأي معرض من معارض الكتب العربية، نعم، وسنرى بالملموس كيف يمكن أن نشعر بالعجز، لا في الحديث عن الشعر ولكن السؤال عن الشعر، عن وجود الشعر. أن تقف عند ناشر وتقول: لديك ديوان شعري، أصبح كنوع من الشتيمة إن تشتم. وفي المقابل تجد آلاف الروايات، إنتاج مدهش للرواية. لابد أن نطرح سؤال: هل هذا طبيعي؟
طبعا سيقول لي شخص آخر هذا موجود أيضا في الغرب، نعم نذهب إلى باريس، نعم. إلى مدريد، إلى روما، برلين، سنجد أن ما يهمنا هو الرواية، لكن هذا لا يعني شيئا. يجب أن ننتقل من نظرة محلية جزئية مغلقة على نفسها إلى نظرة تنظر إلى ما يجري في العالم اليوم. نحن كما قلت يعني في زمن العولمة، العولمة لها شعار أساسي هو الاستهلاك. حتى الرواية لا تقبل منك أن تأخذ رواية اليوم وتقرأها في سنة أو سنتين، هي تطلب منك أن تأخذ رواية اليوم وتقرأها في أسبوع وتنساها بعد أسبوع، وتشتري رواية أخرى وتنسى الرواية الأخرى وتنتقل. ولكي يتحقق هذا تقبل فقط الرواية التي هي عبارة عن أدب إعلامي. أدب إعلامي، أدب إعلامي. ما هو هذا الأدب الإعلامي؟ الأدب الإعلامي هو الذي يفتقد الشرة الأدبية، ليس له سؤال أدبي كما تعرفنا عليه في القرن التاسع عشر، يعني بالنسبة للرواية أو بداية القرن العشرين، أين هي الروايات الكبرى العظيمة التي كانت يعني محولة؟ بل أقول إن الروائي الكبار والأعمال الروائية الكبيرة كانت موجودة في زمن الشعراء الكبار الاستثنائيين وزمن الشعر الاستثنائي. إذن يجب ألا يخيفنا هذا المظهر، وألا يجعلنا نشعر بنوع من العجز أو بالذنب ونحن ندافع عن الشعر. لا بالعكس، لا احنا لا، بس انا اقصد في اللغه يعني احيانا كان الشعراء يتهمون الذوق العربي اليوم. لا اقول الذوق، الا هذا وضع عالمي اولا. نعم انا اعود واقول هذا وضع عالمي، وضمن هذا الوضع هناك الوضع العربي بطبيعه الحال، لان اللغه العربيه والشعر العربي له مكانه كبيره. لماذا اتكلم عن الشعر؟ نعم. ليس بمعنى نوستالجي أو بمعنى نخبوي أو بمعنى ذاتي كونك شاعر، لا لا لا، هذا أشياء يجب أن نخرج منها. هو دور الشعر في اللغة، ما هو دوره في اللغة؟ أنا أقول إن اللغات توجد بوجود الشعر، لأن الشعر هو الحالة القصوى لتكتيف اللغة ولجمالياتها. عندما نفقد هذه الطاقة، نقول الطاقة المكونة للشعر والتي تجعل اللغة دائمة ومستمرة، بطبيعة الحال تنتهي اللغة. إذا كنا نتحدث فقط بهذه اللغة اليومية المتداولة بالنسبة للتبادل وبالنسبة للأغراض البسيطة واليومية، هذه ليست لغة. ألا يدعم المقال الصحفي أو الرواية أو القصة القصيرة، ألا تدعم اللغة أيضا؟ لا لا أقول لا تدعم، فرق بين أن تدعم وأن تعطيها الطاقة الأولى. أنا أقول الطاقة الأولى توجد في الشعر فقط، لأن طبعا أو اللغة التي تتبنى الشعر تقول لها هذه الطاقة الشعرية، لأن هذا لا كما قلت ليس مسألة نوستالجيا، ليس مسألة لا. يجب أن نكون واضحين، هناك تيار بكامله شعري ويمكن أن نجده في كثير من الأمم، ولدينا لدى العرب كما يمكن أن نجده لدى الأوروبيين، نجده في الصين، نجده في اليابان. الناس الشعراء الذين اعتبروا أن التجربة الشعرية هي أولا تجربة لغوية. وما معنى تجربة لغوية؟ أن تذهب باللغة إلى أقصاها، إلى أقصى تجربتها في اللغة. هنا تكتشف المستحيل واللا ممكن ضمن اللغة. في هذه النقطة تبدأ اللغة تصبح لها معنى بالنسبة للحضارات، وتصبح لها معنى بالنسبة للكينونة، وتصبح لها معنى بالنسبة للمجتمعات وللرؤية المتفتحة سواء للذات أو للآخر أو للكون.
جميل. تقول أرى الشعر، هذا تأكيد أو امتداد لحديثك عن هذه المشكلة، أرى الشعر غريبا في أرض الشعر. الشعر غريب في أرض الشعر بهذه الكلمة المختصرة، أرى ما يحدث الآن وما نعيشه. وغربة الشعر في أرض الشعر هي كلمة موجزة لكنها تعبر عن وجهة نظري فيما نعيش فيه. نعم، غربة الشعر في أرض الشعر لأن العالم العربي هو أرض الشعر، والشعر أصبح غريبا في العالم العربي. يمكن أن تتكلم مع أي شاعر اليوم ستجد مثلا ربما صنفين واضحين، صنف أصبح يكتب الرواية وأن ليس لي أي مشكل في كتابة الرواية، ولكن المشكل هو هجران الشعر. عندما أكتب رواية أهجر الشعر، هذا سؤال، هذا سؤال. وصنف آخر يكتب الشعر وعندما يريد أن ينشر قصيدة أو ينشر ديوان لا يجد من يقبل عليه، لأن منطق الناشر اليوم هو منطق تجاري وليس له أي وظيفة ثقافية، بمعنى أنه يقبل بنشر عمل حتى ولو كان غير رابح تجاريا، ولكن يعرف أنه عمل ثقافي كبير وكبير جدا. هذا الحس لم يعد موجودا أو نادر إلى أقصى حد، ولهذا لابد أن يكون لنا الشجاعة على الأقل لنقول بأن الشعر أصبح يعني مهجورا في العالم العربي. أريد أن أضرب مثال قد يعني ربما يناقض هذه الفكرة إذا أذنت لي صديقي محمد بنيس. أهلا. مثلا الشاعر أنيس شوشان مثلا، هذا الشاب التونسي الذي له شهرة واسعة بين شباب العرب، ألا تعتقد أن هذا المثال ربما يثبت أن اللغة الشاعرية المتجددة التي تعيش العصر تجد صدى كبير كما يجد أنيس شوشان اليوم؟ هناك مجموعة ديال الالتباسات في المجال الشعري. أنا بالنسبة لي في هذا الزمن الذي نعيشه ما يهمنا هو أن تكتب القصيدة التي تحفر المجاري العميقة داخل اللغة، وأن الذي يهمها بالأساس ليس الجمهور الواسع بل التجربة العميقة التي أقولها، هذا هو الذي نحتاج إليه. طبعا أحيي هذا الشاب كما أحيي أي مبدع يقوم بعمل، أنا يعني سعيد به، وكثير من الشبان يقومون بتجارب، وأعتقد أنه إذا استمر في عمله الشعري وفعلا اشتغل على عمل الشعري سيصل إلى هذا الاقتناع الذي أتكلم به، وهو اقتناع صعب لا يمكن أن نصل إليه بسهولة لأن هناك كثير من الأشياء تغرينا. مع ذلك أقول أنا من الذين يحبذون أن يروا في حياتهم تفاعلا بين جمهور وبين ما أكتب، لا أريد أن يكون هذا، لست أدري ماذا سيحدث بعد حياتي، ولكن مع ذلك إذا لم يوجد فأنا أتشبث بالاختيار الأول، أي أن أشتغل على اللغة وأعتبر أن هذا الاشتغال هو واجبي الأول وهو الذي يجب أن لا أتنازل عنه ودون أن أفرضه على أي شخص آخر. جميل. ماذا تعني بأن الشعر الحقيقي يعيش خارج الزمن؟ الشكل أو الشعر؟ الشعر، الشعر الحقيقي خارج الزمن. نعم، إذا خرجنا أخذنا شعراء كبار، نأخذ هوميروس أو نأخذ المتنبي أو امرؤ القيس أو نأخذ تراكل أو نأخذ هولديرلين، هذا شعراء داخل الزمان، ولكنهم استطاعوا أن يرتفعوا بالتجربة إلى ما هو خارج الزمان، أي أنه يمتد عبر الأزمنة. دائما نعتقد أن داخل الشعر، كما أن تاريخ الشعر هو تاريخ العادي، ولكن بالنسبة لي تاريخ الشعر ليس هو التاريخ العادي أو تاريخ الثقافة، بمعنى نعم هناك وقائع وأفكار وتجارب منتسبة للتاريخ، ولكن هناك أيضا أعمال هي عبر تاريخية تجتاز المرحلة الآنية إلى ما هو أبعد، ويجب أن لا نكون متسرعين. نحن لا نعيش
لا نعيش فترة قصيرة حضاريا مثل ما نعيش أفرادا في زمن نعم. محدود. زمن القصيدة أو زمن العمل الشعري هو يفوق زمن الشاعر. الشاعر يعيش فترة قصيرة نعم. وينتهي، ولكن العمل يجب ألا نكون قلقين. التاريخ له مسار آخر، وأنا لست من الذين يقول بنهاية التاريخ ولا بنهاية البشرية، لا على الإطلاق. هناك نهاية أفكار عن التاريخ، هناك نهاية نماذج من نعم. المجتمعات ومن المعتقدات، هذه نعم، ولكن التاريخ مستمر وسيستمر نعم. بهذا. وأعتقد يعني إذا كان يعني أتحدث عن أهمية اللغة في القصيدة، فقد وجد شعراء يعني عرب منذ القرن الثالث للهجرة يقولون نفس اللغة، ووجد شعراء في القرن الثامن عشر والتاسع عشر يقولون نفس الفكرة. وأظن أنه سيوجد بعدي من سيقول بنفس الفكرة. نعم، كيف تنظر للعلاقة بين الشعر والفلسفة؟ هذا موضوع مهم بالنسبة لنا. من ناحية هذا الموضوع كما نعلم هو موضوع يوناني. نعم. لأن اليونان هم الذين جمعوا الشعر بين ما هو شعري وما هو فلسفي، وهو تقليد تاريخي، والشعر الغنائي في اليونان هو شعر محدود. لا نريد العودة إلى هذا التاريخ، لا ليس هو المهم، ولكن اليوم بتأثر بمجموعة من الأفكار والقراءات الفلسفية أصبح الاعتقاد أما أن القصيدة إما أنها تترجم نوع من الأفكار أو المعارف الفلسفية، أو أن الفلسفة تجعل من الشعر فقط واسطة لتفهم بعض القضايا التي لا تصل إليها. أنا أولا أقول إن هناك فلاسفة في القرن العشرين، منذ القرن العشرين نعم. والآن وحتى الآن تيارات فلسفية اشتغلت، وهما تياران يعني باختصار. التيار الذي يرى أن الشعر هو الذي أولا لا يوجد على هامش الفلسفة، ولكن له طريقه الخاص نعم. التي هذه الطريق التي تخلق مشاكل للفلسفة، وخاصة الأنساق الفلسفية الكبرى، يعني هولدرلين مع هيجل نعم. هولدرلين يخلق مشكل لهيجل. أنا مثلا مع الفلاسفة مثل جون جاك روسو الذي هو ضد الفلسفة النمطية أو الأنساق الكبرى، نيتش الذي هو مضاد للأنساق الكبرى، وهذا يعني إذا أخذنا هذين النموذجين هما مرتبطان بالشعر أكثر مما هما مرتبطان بالفلسفة، لأن ما يربط بينهما في الحقيقة هو هذا الطاقة اللازمنية في الشعر الذي تحدثت عنها، وهذه القدرة على مواجهة الأنساق المغلقة بطريقة لا تعرفها الفلسفة. لكنك أيضا تقول بأن الشعر ليس فكرا. نعم، ليس فكرا ولكنه فكرة. بمعنى؟ ولكنه فكرة بمعنى بمعنى أن ليس فكرا، بمعنى ليس نسقا فكريا، يعني لا يعطيك نظرة عن الوجود وعن التاريخ وعن يعني المبادئ الكبرى سواء الكونية أو الاجتماعية، ولكنه يفتح بطريقته الخاصة يعني أفكارا لا تكون عبارة عن أفكار في القصيدة. لا، هو لا يعطيك الفكرة هذه الفكرة المجردة، لا، يعطيك تركيب لغوي يخلق لديك هذا الإحساس، والناقد هو الذي يستطيع أن يقوم بمجهود لكي يستخرجه. وأظن أن دور الفلاسفة هو هذا الذي كان
يعني عندما نقرأ نيتش كما يقرأ بعض الشعراء سنجد كيف أنه يستغل ولا يعتبر. أو هايدغر مثلا هو رغم أنه يعتبر أن يعني الشعر هو الذي يساعد على انفتاح هذا الوجود، فأنا بالنسبة لي البعد اللغوي هو الذي يعطي للشعر القوة التي أسميها قوة الفكرة وليست قوة الفكر. نعم. إذن بستأذنك أيضا بالفاصل الأخير في هذا الحوار أستاذ محمد بنيس، ابقوا معي. إذن نحن في الجزء الأخير من هذا الحوار مع الشاعر العربي الأستاذ محمد بنيس. تفرق أستاذ محمد بين الشاعر وبين المتصوف بقولك ثمة نقاط متعددة يلتقي فيها الشاعر مع المتصوف، كل واحد منهما يعرف الغوايات والمخاطر التي يفرضها الآخر عليه، غير أن الفعل الأكبر الذي يقوم به الشاعر بعد لقائه مع المتصوف أو أثناء هذا اللقاء هو اتباع طريقه الشخصي. نعم. ماذا تقصد؟ في البدء أود أن أقول بأن التصوف وخاصة التصوف العالم هو تجربة وتراث عربي إسلامي عظيم، ولا بد أن نبرزه بما يليق به من المعرفة لأنه عرفاني. نعم. و أهم المتصوفة الكبار وفي مقدمتهم الشيخ ابن عربي، تعلم ونعلم جميعا أنه يجعل من دين الحب هو المعنى الأسمى للدين. نعم. فمن يسمع هذا الكلام اليوم؟ من يسمع كلام هذا العارف؟ إذن نحن في مستوى عالي جدا من المعرفة التي لا يبلغها إلا النادرون في أزمنة معينة لا يمكن أن يدركها أي واحد في أي زمان. إذن لننتبه ونحن نناقش هذا الموضوع بأننا دخلنا في قضايا عليا. نعم. إذن إذا تحدثت في موضوع التصوف والمتصوف فأنا أتكلم به وأنا أحيي المتصوفة وأشكرهم وأتعلم على أيديهم، لأنهم يعطوننا مفهوما آخر سواء للحياة أو للموت، لأن ليس هناك فكرة للحياة منفصلة عن فكرة للموت. كيف نربط هذا بالشعر أو الشاعر؟ هنا ولكن أقول إياك أيها الشاعر يجب أن تنتبه، وأنا أتوجه إلى نفسي قبل أن أتكلم مع غيري. أنا لا أعطي نصيحة لأحد لا، ولكن من واجبي أن أفهم ماذا أفعل، وهنا أجعل أن الشاعر ليس فقط شخص يكتب ولكنه يعرف ماذا يكتب ويعرف في زمنه الصعب كيف يجد طرق. إذا كان كل من الشاعر والمتصوف يختار طريقا في البداية مشتركة لأنه بحث في المجهول، وهذا البحث في المجهول هو بحث له بداية ولكن ليس له نهاية. هذا المتصوف مرتبط بأسس في هذا البحث، لا مرتبط بأسس دينية ولا يمكن أن يخرج عنها، بينما الشاعر مرتبط بأسس لغوية. وهنا أفرق بين ما هو ديني وما هو لغوي. التجربة الدينية ليست هي التجربة اللغوية. لذلك أقول نعم أنا أتعلم من المتصوف وأسير جنبا إلى جنب معه، ولكن يجب ألا أنسى بأن
كتابة القصيدة ليس هي التجربة الصوفية ولا الكتابة الصوفية ولا تعويض بها، لا، أهميتها هي ما قلته عن الفلسفة أقوله مع التصوف، أن الشعر يجب أن يتبع فكرته، أن يستقصي اللغة إلى الأقصى، التي أن يجعل من هذه التجربة هي التجربة. يمكن إذا حاولنا أن نفهم هذه العبارة، نعم، مغلقة على ذاتها، ولكن مغلقة على ذاتها في اللغة وليس مغلقة على ذاتها في الحياة. لا، الشعر هو الحياة، نعم، وليس انفصال، هناك انفصال بالشعر وبالحياة، لكنه لا يلتزم بالطريق التي يتبعها المتصوف. وهنا ألاحظ أن كثير من الشعراء في العالم العربي، نعم، تبعوا طريق المتصوف ونسوا أنهم شعراء. نعم أستاذ محمد، لضيق الوقت ودي يعني أقاطع قليلا. ترى أن نشر ثقافة التسامح والانفتاح يتطلب إحياء التصوف، وهذا طرح موجود، لكن البعض يقول أن التصوف مدارس، هناك من كفر وظلل وربما أيضا قتل بسبب تصوفه، كيف ترد؟ أنا أولا أعود للنقطة المركزية وأقول يجب أن نعود للثقافة بالمعنى الواسع، نعم، وليس فقط للتصوف. التصوف فرع من فروع المعرفة، وهي وفرع عظيم وتجربة مدهشة، وأفرق في نفس الوقت بين التصوف العالم والتصوف الشعبي، ولست مضادا للتصوف الشعبي. يجب أن ننتبه أن نترك الناس يمارسون الطقوس كما يريدون، كما يريدون، نعم، لأن جسد الإنسان هو جسد ليس دائما مسكون بالواضح، نعم، وبالمضبوط، ولكن ولسنا أوصياء على الناس، ولسنا أوصياء على الناس. وكل من منع هذا الجانب الثقافي، نعم، للشعوب كله خلق لنفسه ولهؤلاء الشعوب مشاكل، ومنها هذه الظاهرة، نعم، ديال التطرف وديال الحقيقة وديال الكافر والمؤمن. نعم. ولهذا أرى أن التصوف يجب أن يكون ضمن يعني اختيارات أو توجهات ثقافية وضمن التكوين العام، وأن ندخله كنص من نصوص، أن نتعامل معه كنص، وأن لا نتعامل معه خارج اللغة التي يكتب بها، رغم أنه له أبعاد ليس هي الأبعاد التي يذهب فيها الشعر. ونحن لا نريد أن نفرض لا على التاريخ، نعم، ولا على الفلسفة ولا على التصوف ولا على الجغرافيا فقط شيئا اسمه الشعر. لا نريد استبدال أحد على أحد ولا معرفة على معرفة، بالعكس، هناك في مستوى راقي من المعرفة حوار بين الشعر وبين الرياضيات، أو بين الشعر وبين الفيزياء، كما هناك، نعم، حوار بينه وبين الشعر وبين الفلسفة، وحوار بينه وبين التصوف. أظن هذا الحوار هو الذي نسميه التسامح. ليس هناك تسامح خارج يعني لقاء الأفكار والتجارب في أقصى حالاتها، وهي ما يفتح للإنسان أمل في أن يبقى إنسانا ويبقى يعيش ويؤمن بالأخوة الإنسانية، ويعيش ويؤمن أولا بمبدأ الصداقة والوفاء للصداقة، لأن يعني أعتبر أن الصداقة والوفاء هي أعلى مستويات الحب. جميل. الشاعر العربي الأستاذ محمد بنيس من المغرب، شكرا جزيلا لقبول دعوتنا في حديث العرب، كما أشكر مشاهدي ومستمعي حديث العرب على متابعة هذا الحوار. لقاؤنا يتجدد الأسبوع القادم، إلى اللقاء، شكرا جزيلا. شكرا.